السلام الله عليكم، مرحبا يا حبايب، كيفكم؟ ايش اخباركم؟ نحن اليوم في مدينة بيلجيك، تبعد عن اسكيشهير تقريبا نص ساعة، وعن بورصة ساعة تقريبا. هي بين اسكيشهير ومن مدينة بورصة، مدينة بيلجيك، منطقة سيوت. هون اللي شايفينه وراي مزار الغازي ارتورول، والد الغازي عثمان عليهم رحمة الله، مؤسس الدولة العثمانية. رح نعمل زيارة للمزار ونشوف، نعمل تغطيات. خلوكم معنا. Ölmekten korkan varsa gidip boyunduruk takıp Bizans'a köle olsun. Sonsuzlardan korkup köşeye gireceğime şerefimle mezara girin. Söğüt'te yurt kıldın, mesken eyledin. Her zaman eline doğru söyledin. Meydanlarda korku nedir bilmedin. طبعا نحن حاليا يا جماعة دخلنا مزار الغازي ارتورول. هاي هون زوجته حليمة هاتون، قبر حليمة. اللي شايفينه هون قبر ابنه للغازي ارتورول عثمان، الغازي عثمان مؤسس الدولة العثمانية. طبعا الغازي ارتورول هو والد السيد عثمان، عاش في المدينة بيلجيك من عام 1192 إلى عام 1281، تقريبا 83 سنة. طبعا مزار السيد ارتورول، الغازي ارتورول في هالمنطقة موجود، هذا رح أصور لكم إياه. هون مزار الغازي عثمان مؤسس الدولة العثمانية، بعد ما قبل ما يتوفى عطى وصية لابنه أورهان انه انا بعد ما اتوفى اذا تم فتح مدينة بورصة بتنقل جثتي الى مدينة بورصة. وبالفعل بعد ما توفى مؤسس الدولة العثمانية ابنه أورهان، ابنه لعثمان السيد أورهان، وفى بوصية والده ونقل جثته الى مدينة بورصة. وان شاء الله نحن رايحين على مدينة بورصة، راح نسوي لكم تغطيات هناك لمزار السيد عثمان مؤسس الدولة العثمانية. هذا ابنه لصافجي بي، مزاره هون موجود. طبعا هون في اكثر من قبر موجود هون، هذا مثلا مثل اخوه دوندار بي، في اكثر من قبر هون موجودين. الدول اللي كان حكمتها الدولة العثمانية كل واحد كان يجيب هذا طبعا. هدول العساكر الموجودين مناوبين، كل ساعة بتغير بيجي عسكر تاني تابع للقوات المسلحة التركية. هاي الأعلام الموجودة هون أعلام الدولة العثمانية على مراحل. هون في شغلة حلوة كتير موجود هون، تراب. هذا التراب جايبينه من كل دولة اللي كانت تحت حكم الدولة العثمانية. هاي من ليبيا،
هذا التراب جاي من ليبيا، من العراق، من الكويت، كوسوفا، أوكرانيا، رومانيا، كازاخستان، أوزبكستان، تركمانستان، وقبرص، وهي أهلاط طبراوي، هذا من أهلاط. طبعاً يا جماعة هذا المبنى قبل يعني وقت كان المزار كان عبارة عن حجر فقط، لكن آخر سلطان عبد الحميد الثاني هو اللي عمر المبنى هون، حتى هاي الحنفية هو السلطان عبد الحميد الثاني هو اللي عمر الحنفية من قبل السلطان عبد الحميد الثاني. يا الله نزل أرش والله. جينا يا جماعة أول مسجد عمره الغازي إرترول في مدينة بيليجيك، كان في قليل من الإسلام في هالمنطقة والأكثرية كانوا مسيحيين، مشان الإسلام المسلمين الموجودين في المنطقة يكون عندهم مكان للعبادة بنى هذا الجامع، والبيزنطيين في المنطقة انزعجوا بوجود الأتراك في المنطقة هاي، في نهر موجود في هالمنطقة راحوا سمموا النهر عشان يموتوا المسلمين في هالمنطقة ويروحوا أو يهربوا، لأن قبل ما كان في مياه للدولة أو شيء كانوا يستخدموا النهر للشرب وللحاجيات يعني المي، سمموا النهر مشان عشان يهربوا المسلمين من المنطقة. إرترول إيش سوا؟ سوا داخل مسجد حفروا بئر مي عشان يستفيدوا منه، والمنطقة كلها حتى المسيحيين استفادوا، كان الغازي إرترول عادل في حياته، يعني المي اللي طلع منه البئر من داخل المسجد، هذا المسجد اسمه كيولو جامي أو كيولو مسجد، يعني إيش معناته؟ مسجد البئر، في داخل المسجد بئر هو اللي حفره الغازي إرترول. طبعا استفادوا المنطقة كلها المسيحيين المسلمين كلهم استفادوا من البئر اللي موجود داخل المسجد. إرترول غازي مسجدي كويلو مسجدي مسجد البئر تم بناؤه في عام 1881 ميلادي. المسجد عبارة عن 40 شخص بسع فيه، أكثر مسجد صغير، وداخل المسجد فيه البئر. هذا هو البئر داخل المسجد. والله جينا إلى مدينة بورصة عشان نفرجيكم مزار الغازي عثمان في مدينة بورصة. مثل ما قلت لكم قبل ما يتوفى وصى ابنه أورهان إذا تم فتح مدينة بورصة انقلوا جثتي إلى مدينة بورصة. ابنه أورهان نقل جثته إلى هذا المكان في مدينة بورصة. إن الله كان سميعا بصيرا.
tam kapatıyoruz. Maskeyi kapatabilir miyiz? Tamam, bu alanda kapatıyoruz. Gel. Ve... لمن ليبطئ